اهلا بكم الاخوه الاخوات في فيديو جديد على قناتكم اغير اس نيوز. هذا اخوكم يوسف، نحييكم هنا من سنتندر عاصمه كنطابريه بشمال اسبانيا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بدايه اسبوع موفقه للجميع. الاخوه الاخوات ما نطولش عليكم، دعمونا ونتمنى انكم تدعمونا في هذه القناه، يعني باي طريقه، يعني كومونتي سواء بارطاجي سواء بلايك ولا تابونيتي معايا وتدعمني وتدعم المحتوى الهادف. الاخوان الاخوات، ما نبغيش تفوتنا الفرصه باش نهضر على يعني نهضره بركان والزمالك الفينال اللي تلعب الاياب ديالو نهار الاحد مع بالتوقيت المغربي. فبغيت نهضر على هذا يعني الفينال. اول حاجه هنيئا يعني الفريق الزمالك المصري باش نتفاهموا، باش شي ناس يبردوا شويه حيت راه كيسحب لهم الكره، الا ما ربحتيش راه صافي غينتهي العالم. ما عارف منين كنهضر. ثاني حاجه راكم شفتوا بركان لعب بالخريطه ديالو بالتوني ديالو عادي سامبل، ما كاين حتى شي مشكل. ثالث حاجه حنا اللي ربح كنصفقوا ليه، ما فيناش هاد القواعد هادو ديالكم ديال حكا ونحقدوا وداكشي اللي شفنا مع البنات ديال المغرب وداكشي الكلام اللي جات ديال صوفيا باللامان ديالكم اللي معتبرينها زعما ما عرفتش مؤثره ولا صحفي ولا ما نعرف، اللي جات تقول لي بغات بلا حاسب ولا رقيب. المهم طبيعة الحال هنيئا الفريق الزمالك المصري وهارد لك الفريق البركاني، هارد البركان ماشي مشكل، خيرها في غيرها وماشي مشكل ديال الكره، فيها فائز وفيها منهزم، وخصوص في واحد الفينال ديال الكاس اللي مافيهش النقاط والنقاط ما تقتسمش، فعادي تخسر. ربحنا بجوج لواحد في المغرب، خسرنا بواحد زيرو في في القاهره، ما كاين حتى شي باس. انا بغيت نهضر على بعض الاستفزازات اللي كانت من المصريين صراحه، وهما كيشهدوا بهادشي كيقولوا دي ان المغاربه استقبلونا مزيان، اييه وراه شاف كلشي شاف اللي كاين، استقبلوا احسن استقبال، كلشي كان بخير، جاو للتيران شجعوا، ما وصل لهم حد، ما هضر معهم حد، ما عايرهم حد. بطبيعه الحال البعثه المصريه رحبنا بها في المطار، كلشي داز بخير وكانت الامكانيات مهيئه. النقل كان يعني الاخراج ديال الماتش كان مزيان، على عكس اللي شفنا في مصر. مصر شفنا استفزازات اللاعبين، الجمهور كيعاير، شفنا يعني بزاف ديال الحوايج، فوضى في التنظيم، وراه ماشي عاد علينا صراحه، على كاين الناس اللعابه ديال مصر وما خلاهمش يدخلوا، وراه كان واحد الفيديو ديال شيكابالا هو مراتو بغاو يدخلوا ما خلاوهش يدخل، يعني باش تعرفوا العشوائيه اللي كانت في الماتش. فعلا تم تخصيص 1000 تذكره للفريق نهضة بركان، تفرقات المسائل كل شيء كان بخير، ولكن للاسف لطالما ماشي غير المغاربه، كاع الفرق كيعانوا من استفزازات في مصر، يعني الشرطه، استفزازات ديال المسؤولين، الصحافه، بزاف ديال الحوايج، الجمهور، وهذا الشيء داخل يعني عندهم في السيستم ديالهم انهم كيحاولوا انهم يخليوك تخرج من الماتش باي طريقه. حنا ما غنقولوش اثروا علينا لان المباراه لعبات، وفي الاول وفي الاخر اللعابه الطريقه ديال نادي بركان كيفاش لعب انا صراحه ما استسغتهاش من الاول، ما عجبتني الصراحه كيفاش انك انت جاي بعقليه ديال انك واصل الفينال ودافع بديك الطريقه، الدفاع ماشي عيب، ولكن باش تدافع ب 10 اللعابه هكاك 30 دقيقه وما ضاغطين على الكره اللي جات تردها لهم وواقف حدا الجول، ما يمكنش. نورمالمون كنت خصك تشد شويه كوره تبين للخصم انني حتى انا راه كنقدر نشد الكوره، نقدر نلعب، واخا ما درتش محاوله في ديك ربع ساعه ونص ساعه الاولى، ولكن على الاقل شد الكوره، ماشي تبقى تدافع وترجع لهم الكوره يجيو يهبطوا على الدراو تيري جات في البوطو ولا خرجت ولا شد الكول عاوتاني طوعها. المهم هذا على مستوى التقني. على مستوى يعني التنظيمي صراحه كان كارثي، والدليل هو المخرج ديال المباراه اللي يعني صراحه الله بزاف ديال الكواري المحاولات ما تعاودهمش، على عكس المغرب كنا شفنا يعني اي محاوله ولا اي حاجه كتعاود ما مره ما جوج وماشي مشكل. حنا ما كنقولوش اودي يعني التحكيم مرتشي ولا شي حاجه، ما نقدروش نتهموا هذا الاتهام، واخا كاين بزاف ديال علامات الاستفهام من هذيك البيلانتي ديال البركان كان ممكن يكون بينالتي، ما رجعش الفار، ما مشاش للفار يشوف، وحتى المخرج ما عاودش اللقطه مره اخرى، صافي كان داك الشيء ما كاين والو.
باش حتى المشاهدين والمحللين ما يشوفوش هذه المباراه وراه يعني درت اللقطات عفوا. وتا بنيس راه هضر عليها بي ان سبور اللي مدي يعني المخرج ما فهمش علاش ما رجعش ل يعني لديك اللقطه يعني تدوز اللقطات ديال اللي تكون فيهم بركان يعني فيها شك ان تكون شي كوفرات بركان قريبه ولا شي ولا بيلا في اللقطه ديال البيلانتي اللي تحيد البركان ما ردش كاع ما ردش المحاوله اللي ما شافش ما شفناش الاعاده. ومهم كما قلت لكم من جانب الجمهور صراحه شنا استفزازات كثيره السبان شنا المعيوش شنا بزاف ديال الحوايج والشيء صراحه ما كناش بغينا نشوفوه. احنا يعني شعب ميديا كنستقبلوا كل شيء، بغينا حنا نستقبلوا احسن استقبال ولا على الاقل استقبال عادي. حاجه اخرى الكاف اليوم خرجت بلاغ تودي انها غادي تحقق في هذا الشيء وانه هذه المهزله وهذه الروينه اللي كانت لا على مستوى التنظيمي في دخول الجماهير وداك الشيء لا هذا الشيء لطرف ارضيه الملعب من بعد الماتش ولا قبل الماتش كل شيء غادي يتم يعني التداول فيه التحقيق فيه وغادي تخرج عقوبات ما نعرف على من على بركان وعلى الزمالك ولا على الزمالك ولا على بركان باقي حاليا ما عرفنا والو ولا عليهم بجوج ما عرفنا حتى شي حاجه فنطريتو ونتسناو غير هو انا صراحه بغيت نلمح على القضيه خساره وارده وتخسر بربعه وماشي مشكل وخسرتي بالكره ولكن بديت الطريقه الاستفزازيه ودرت الشيء اللي كان ما بغيناش يكون رغم اني انا ما كندخلش هذا الشيء ما كنقولش انا ودي راه الشيء اثر على المباراه يقدر يكون البينالتي اللي ما تعطاش اثر ولكن في هذه المساله الاستفزازات تبدا ما غاديش انا يعني ناخذها كطرف رئيسي في خساره بركان نحن تكتيكيا انت بركان كان شويه ضعيف تكتيكيا صراحه شنو اللي كاين رغم انه يعني مزيان تكون فرق كثيره تشارك مغربيه تمنوا العام الجاي الجيش والرجاء و شوفوا شكون غيتاهل الثالث شكون غيدير كاس العرش باش نتعرفوا على اللي شكون غيشاركوا جوج غيشاركوا في الكونفدراليه دابا تعرفنا على جوج غيشاركوا في دوري ابطال افريقيا تشامبيونز ليغ ديال افريقيا فنتعرفوا على جوج اخرين ديال الكاف وديال الساعه ان شاء الله نتمنوا الخير ونتمنوا هذا اللقب اللي ما ديناش هذا العام العام الجاي نحاولوا نديوه لما لا ما كاينش مشكل على كره تلعب كره وكره فيها الروح الرياضيه. وحاجه اخرى باش نجاوب شي ناس عاوتاني نرجع نجاوبهم راه حنا بعد على الاقل تاهلنا للفينال وتاهلنا غير بالخريطه ما لعبنا معكم ما والو باش نتفاهموا خسر زيرو وما عندناش مشكل نخسروا فينال حنا بعدا وصلنا ليه نتوما ما وصلتوش كاع للفينال وتا النصف راه على حسب العقوبات اللي غادي تقدر تصدر المنحه ديالو ما غتاخذوهاش فبالتالي الانسان شويه يتحضر ويتقدم ويتقف راسو اصاحبي راه حنا في القرن 21 راه ماشي باقا في الحال هذه هذه غير مباراه كره القدم بركان كان ضعيف خسر فين هو المشكل انت دراست شي حاجه ها عندك شي بروبليم لا حكا وحنا وبركان ودعينا عليه وعاد هذه هضره قديمه سيروا كلوا الله يرضي عليكم وخلونا نستخدم العام الجاي عاوتاني غادي نلعبوا وغنكونوا تشامبيونز ليغ وكاف ونطوروا راسنا هذا العام راكم شو طاحن ليه شويه ما الجيش في تشامبيونز ليغ ما مشاتش بعيد الوداد ما مشاتش بعيد والعام الجاي عاوتاني راه هضره اخرى حنا غنطوروا الا كناش هذا العام كنحاولوا نخدموا باش ما نكونوش باش نكونوا العام الجاي ماشي بحالكم نتوما ما كنتوش لا الاعوام اللي فاتوا لهاد الاعوام للعوام اللي جايين على الاقل الانسان يمشي يطور راسه ونقص من الهضره نقص شويه من الهضره نقص من الهضره بركه ودابا ما بغيناش دابا نبداو نهضروا بزاف واش حنا واش لعبوا البنات بركان الماتش منقول عام سيدي بالجمهور كلشي باين واضح وضوح الشمس نهار جميل وانتوما ما قادرينش تنقلوا تا ماتش خايفين باش تبينوا للشعب ديالكم حنا لا حكا خسرنا قدام المروك حشومه اصاحبي على الاقل نقول الماتش راه غير ماتش ديال كره القدم راه مره خاسر ومره رابح اصاحبي مالكم على هاد اللعب نقولوا الماتش خلوا الشعب يتفرج علاش عارف راسكم عاد خسروا قلتوا خاسر ما تشوهوش حشومه عليكم اصاحبي والله الا كديروا شي حوايج حنا كلشي عندنا واضح ماتش كنقلوه السلام عليكم منقول خسرت 10 ماتش منقول فهمتوا هذا هو الفرق بين نظام عسكري ودوله ملكيه تتقدم نحو الامام على جميع الاصعده. تحياتي لكم كان معكم اخوكم يوسف تلقاو فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.